مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج خاص. حلقه اليوم نتناول فيها اخر الاستعدادات للامتحانات الرسميه التي من المزمع اجراؤها بدايه شهر جوان القادم. اذا اسابيع قليله تفصلنا عن الامتحانات الرسميه، حيث تقتصر هذه السنه على شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، بعد ان تم الغاء شهاده التعليم الابتدائي بدايه من هذه السنة. إذن ما هي آخر الاستعدادات لهذه الامتحانات، وما هو الجديد بالنسبة لامتحانات هذه السنة؟ ولتسليط الضوء أكثر على الموضوع، يسعد أن نرحب بالسيد عباس بختاوي، مفتش مركزي بوزارة التربية الوطنية. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا أستاذ. إذن بداية من هذه السنة سيتم إلغاء شهادة التعليم الابتدائي، وبالتالي يقتصر الأمر فقط على شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط. ما هو آخر، هل سيتم هذه السنة تعويض الامتحان شهادة التعليم الابتدائي بامتحان آخر، أم سوف يقتصر الأمر فقط على ما تحصل عليه التلميذ خلال السنة الدراسية؟ شكرا. طيب، هذه السنة يعني احنا على ابواب امتحانات المدرسية للسنة الدراسية 2021-2022 التي تنطلق ابتداء من شهر جوان، ابتداء من يوم 6 جوان. الشيء اللي كما اشرت اليه ان هذه السنة تم الغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي الذي يتوج مرحلة الابتدائي، واستبداله بالمعدل السنوي للفصول الثلاث للسنة الدراسية، وبالتالي التلميذ الذي سينتقل إلى مرحلة التعليم المتوسط بناء على النتائج التي تحصل عليها أثناء التقويم المستمر، على أن يكون في العام المقبل إن شاء الله تنظيم امتحان تقييم المكتسبات. هذا الامتحان قد سيكون محليا، ولجنة المجلس الوطني للمناهج يعكف على إنجاز طريقة هذه التقييم الذي سيعلن عنه في وقتها. بالنسبة للامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، لا تغيير في طريقة إجرائهم، ستجرى مثل ما جرت السنوات الماضية. إذن بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، إذن أود أن أشير إلى رقم تقريبي، حيث فقط قبل أن نعطي مزيد من التفاصيل حول شهادتي تعليم المتوسط والبكالوريا، نعلم جميعا أن هذه السنة ربما تأثر بداية السنة، خاصة بداية السنة كان هناك تأثر بسبب الوضعية الوبائية، حيث أدى ذلك إلى انقطاعات عدة. هل لك أن تضعنا في حجم التأخر المسجل في البرامج، وكذلك ما هي ربما السبل التي يتم اعتمادها لإدخال أو الدروس التي يمكن أن يمتحن فيها التلميذ خلال الشهادات؟ شيء ما نلاحظه، يعني نحن الآن في تحسن جيد بالمقارنة مع السنة الماضية. السنة الماضية أنجزنا سنة دراسية بفصلين ودخول مدرسي متأخر إلى غاية نوفمبر. العام هذا درنا دخول مدرسي في شهر سبتمبر، وأنجزنا سنة دراسية ونحن في إطار إنجازها فإنهاءها بثلاث فصول. إذن هنالك تحسن كبير بالمقارنة للسنة الماضية، رغم استمرار الجائحة ورغم استمرار التنظيم الاستثنائي للتمدرس والبروتوكول الصحي والإجراءات الوقائية. الشيء الذي سجلناه فقط هذه السنة هو الموجة الخامسة من كورونا في شهر جانفي، حيث اضطر تم تقديم العطلة الشتاء بأسبوع، ثم تم تعليق الدراسة من 20 جانفي إلى 30 جانفي، ثم تمديد التعليق إلى غاية 6 فيفري. هذا التعليق للدراسة تم معالجته بطريقة أخرى، هو أننا قلصنا عطلة الربيع بأسبوع واحد لتدارك التأخر الذي قد ينجم عن هذا التعليق. الآن المفتشية العامة عن طريق زملائنا السادة المفتشين في الميدان، وتقوم بمتابعة تنفيذ هذه المناهج خلال هذه السنة، وبالتالي التقارير التي تصل هنالك تم تقديم أهم التعلمات الضرورية للتلاميذ للانتقال إلى المستوى التي تسمح لهم للانتقال إلى المستوى الأعلى. كذلك السنة الدراسية لم تتوقف، السنة الدراسية ما لا تزال مستمرة. نحن الآن
في شهر ماي دراسة مستمرة إلى غاية 15 ماي، حيث يمكن يشرع تلاميذنا تاع سنوات الامتحان اللي هي سنة رابعة متوسط والسنة الثالثة من التعليم الثانوي في إجراء الامتحانات التجريبية لهم، على أن يجري تلاميذ السنوات الأخرى السنة الأولى والثانية والثالثة متوسط والأولى والثانية ثانوي يجروا الامتحانات ابتداء من 22 ماي، على أن يلتقوا يوم 29 ماي مرة أخرى في المؤسسة تاعهم للاطلاع على نتائجهم وتصحيح الاختبار جماعيا في المؤسسة. لكن على ذكر ذلك، هناك كل سنة ربما تطرح مشكل أو بما يعرف العتبة، هل ربما هذه السنة هناك عتبة؟ هل يمكن ربما هل تم تحديد الدروس؟ يا سيدي ما يمكن، نحن الآن وهي مفروضة ليس خيال. أنا قلت منذ لحظات أن السنة الدراسية مستمرة وهنالك متابعة من طرف السادة المفتشين المواد في الميدان لمدى إنجاز المناهج ومرافقة الأساتذة الذين أو الأقسام التي تشكو من تأخر مرافقتها في إطار المعالجة البيداغوجية للحصول إلى المستوى الذي قلت لي هو يسمح لنا بإجراء الامتحانات. الآن احنا المصطلح لا نستعمله هذا، لكن الشيء الوحيد الذي أقره السيد وزير التربية الوطنية وأعلنه الآن هو أنه أكد أنه لا يمكن إجراء الامتحان لتلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي إلا في الدروس التي درست فعلا، والعملية مستمرة، الدروس الآن مستمرة. إذن تلاميذ شهادة التعليم المتوسط بداية من 6 جوان المقبل يكونون على الموعد من أول امتحان رسمي، بدل من كان أول امتحان رسمي يكون شهادة التعليم الابتدائي. إذن هل لك أن تضعنا في صورة الاستعدادات الأخيرة حول هذه الشهادة؟ طيب بالنسبة للتحضير، احنا شنين في وزارة التربية الوطنية بمجرد الدخول المدرسي، انتهاء من الدخول المدرسي سنشرع مباشرة في تحضير الامتحانات. طبعا تحضير الامتحانات يبدأ فيه في أكتوبر في عدد المواضيع. المواضيع هنالك مجموعة كبيرة من اللقاءات الوطنية لإعداد هذه المواضيع لتكون جاهزة في الإجراء في جوان. كذلك تحضيرات المراكز الامتحان تبدأ يشرع فيها ابتداء من شهر جانفي فيفريم، يشرع في زيارات للمراكز التي برمجت كمراكز إجراء لمعاينتها ومعاينة مدى جاهزيتها والنقائص المسجلة فيها لتداركها، حتى يتمكن أبناءنا التلاميذ من إجراء الامتحان في مؤسسات جاهزة حيث كل المرافق موجودة ومتوفر الإمكانيات الضرورية. إذن الآن شهادة التعليم المتوسط سنستقبل تلاميذنا يوم 6 جوان، 6 7 إلى غاية 8 جوان، 3 أيام. عدد الذين سيمتحنون في شهادة المتوسط يفوق 740 ألف مترشح، في راح يمتحنوا في ما يفوق عن 2800 مركز إجراء. هذه الآن لا جديدة في بالنسبة للامتحانات، سيجرى كما هو العادة في 3 أيام، وكل الظروف أنا نقول كل الظروف قد هيئت وما زالت المتابعة مستمرة، في عندما تظهر إذا ظهرت هنالك نقائص في مركز ما سيتم معالجتها، لكن الآن تقارير تقول أن كل المراكز راهي جاهزة ويتم تجهيزها لإجراء الامتحان في ظروف عادية إن شاء الله. إن شاء الله. إذا سيدي على ذكر امتحان شهادة التعليم المتوسط، هناك ربما مطالب على غير المكان هو مطلوب بالنسبة لشهادة التعليم الابتدائي هو إلغاء أو تعديل هذا الامتحان، هل ربما سنشاهد في سنوات في إطار الإصلاح الذي تقوم به وزارة التربية إصلاح لهذه الشهادة مستقبلا؟ لا، احنا الإصلاح سنة الحياة كل من، لكن نحن الآن المجلس الوطني للمناهج يدرس في البرامج ويقيمها وبناء عليها ستأخذ القرارات، لكن ما هو حاليا الآن شهادة التعليم المتوسط ستجري بنفس الظروف. الآن بالنسبة لشهادة البكالوريا، شهادة البكالوريا الشيء الذي ربما أنت ما قلتليش وربما تعرفه هذا، هو أننا هنالك مشروع لإصلاح شهادة البكالوريا. سوف نعود لذلك، لكن بما يخص شهادة البكالوريا، ما هي الاستعدادات ربما في شهادة البكالوريا، خاصة امتحان شهادة البكالوريا ربما يختلف عن امتحان شهادة التعليم المتوسط، لأنه ربما امتحان مصيري، ربما التلميذ سوف يكون مصيره معلق بتلك الأيام من الامتحانات، لذلك ما هي آخر الاستعدادات خاصة بالنسبة لشهادة البكالوريا؟ هل هناك جديد في حول هذا الامتحان هذه السنة؟ قبل من نتكلم على أن البكالوريا امتحان مصيري، نريد أن نطمئن التلاميذ، هذا امتحان عادي الذي يقوم بالاستعداد، يجب التلاميذ يفهموا أن هذا امتحان عادي.
كبقية الامتحانات، والنجاح فيه بعشرة يصبح ناجح. وسبق للتلميذ في مؤسستها أن أجرى امتحانا تجريبيا بنفس الظروف، من ناحية التوقيت، من ناحية طبيعة الأسئلة، عدد المواضيع والجلوس في القاعة. إذن تهيئة التلميذ للظروف هذه جات عادية. إذن التلميذ لازم يفهم جيدا أن الامتحان البكالوريا هو امتحان عادي كبقية الامتحانات لدروس درسها حضوريا مع أساتذته، وبنفس الطريقة التي الأسئلة بنفس الطريقة التي تلقاها في المؤسسة. الآن ما يتعلق بالتحضيرات، تحضيرات البكالوريا كما شهدت المتوسط، لجان إعداد المواضيع شرعت في العمل منذ شهر أكتوبر في عبارة عن ملتقيات وطنية مستمرة إلى غاية الآن لإعداد مواضيع. نحن نجي نعطيك رقم، مثلا هنالك 38 موضوع امتحانات البكالوريا، 38 موضوع، وكل موضوع فيه موضوعين للاختيار، معناها 76 موضوع يتم إنجازها لتعرض على تلاميذنا ابتداء من شهر من 12 من جوان. تحضيرات شرع فيها، ونحن الآن في اللمسات الأخيرة سواء من ناحية إعداد المواضيع أو من ناحية جاهزية المراكز. عدنا عدد المترشحين اللي في البكالوريا يفوق 700 ويقارب 740 ألف، فيه أكثر من 2500 مركز إجراء على المستوى الوطني. هذا امتحان بالنسبة للأحرار، امتحان التربية البدنية شرع فيه يوم 8 جوان، منذ يومين شرعنا فيه الامتحان ويستمر إلى غاية 19 جوان. إذن كل ظروف، لكن ما يبقى لأن أشرت لي بما يتعلق بإصلاح البكالوريا، إصلاح البكالوريا هنالك مشروع لإصلاح البكالوريا سيتم البث فيه في الأيام المقبلة وفي السنة المقبلة. على ذكر إصلاح البكالوريا، نلاحظ مع نهاية كل سنة دراسية هناك عزوف أو هجرة جماعية من طرف تلاميذ لمقاعد الدراسة، وهذا ربما يؤثر على التعليم خاصة. هل ربما هذا الإصلاح ربما قد يؤدي إلى إعادة المدرسة إن صح التعبير إلى دورها الأساسي وهي في تلقي التعليم، بدل من أن يقوم التلميذ بالذهاب ربما البحث عن تعليم في أماكن أخرى؟ بالضبط، هذه الملاحظة اللي أشرت لها لأن حبيت نتوقف عندها. نعم، هنالك مشروع إصلاح البكالوريا سيعالج الوضع هذا، سيعالج هذه اللي ذكرتها أنت، الهجرة الجماعية لمقاعد الدراسة منذ شهر. يجد في قسم تلميذ أو تلميذين. بالضبط، أنا معك، هذه ظاهرة موجودة في بعض المؤسسات من شهر مارس أو من شهر أفريل وهاجر، لكن إصلاح البكالوريا سيعالج هذه الظاهرة جذريا بحيث يصبح التمدرس ضروري لتلاميذنا إلى غاية نهاية السنة الدراسية. على ذكر إصلاح البكالوريا، كان هناك هذه السنة ربما إضافة، ربما بداية من العام المقبل، وهي بكالوريا الفنون. هل كنت تضعنا أكثر تفاصيل حول هذه البكالوريا التي ربما أثارت الكثير من الجدل حولها؟ هل ربما تعطينا تفاصيل أكثر ربما حول هذه لننور المشاهد حول هذه البكالوريا الجديدة صح؟ طيب، سيد رئيس الجمهورية في برنامج الانتخابي أشار إلى هذا وأقره وتم تثبيته. إذن تم استحداث بكالوريا تعليم ثانوي شعبة فنون، كبكالوريا تعليم ثانوي شعبة رياضيات، شعبة تقني رياضي، شعبة علوم تجريبية، شعبة أداب وفلسفة، إذن كبقية الشعب. أولا هذه شعبة لترقية المواهب واستقلها موجودة عندنا، ولكذلك هنالك احتياجات اقتصادية لهذا نوع من التخصص سواء في صناعة سينماتوغرافية أو في الفنون التشكيلية. إذا نحضر التلاميذ الذين لهم هذه الموهبة أو لهم ميول لهذا الاتجاه لتحضيرهم للدراسات العليا في هذا التخصص. إذا استحدثت البكالوريا هذه السنة، الشعبة هذه السنة، مش البكالوريا، الشعبة استحدثت هذه السنة على أن تكون البكالوريا أول بكالوريا في سنة 2024. إذا هذا العام سيتم توجيه التلاميذ من السنة الأولى ثانوي في الشعبة في الجذعين المشتركين أداب وعلوم التكنولوجيا، سيتم توجيههم إلى السنة الثانية تخصص فنون أو شعبة فنون. في هذه الشعبة هنالك أربع خيارات، هنالك الفنون التشكيلية، الموسيقى، و السينماتوغرافية،
والمسرح. إذا أربعة خيارات يوجه لها التلاميذ مثل شعبة تقنية رياضية، هندسة وهندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية. و التلاميذ هؤلاء حاليا سنا هنالك ثانوية واحدة ستستقبل هؤلاء التلاميذ، هي في العاصمة. إذن هو توجيه وطني، تلاميذ سيأتون الذين يرغبون في الاتجاه في اختيار هذه الشعبة والذين لهم ميول وإمكانيات. هل تكون على غرار ثانوية الرياضة؟ ثانوية الرياضة بالضبط. إذن بنفس الفكرة، إذن حاليا ستكون بهذا الشكل، ثانوية واحدة على مستوى الوطني موجودة في الجزائر العاصمة تستقبل هؤلاء التلاميذ. التلاميذ القادمين من ولايات أخرى سيتم التكفل بهم في النظام الداخلي، سيدرسون داخليا. وعلى أن توسع هذه الشعبة فيما في السنوات المقبلة على في ولاية أخرى حسب الاحتياجات حسب الاحتياج وحسب الإمكانيات. إذا على ذكر إصلاح البكالوريا وشعبة الفنون، هناك من ربما يطالب بشعبة مثلا في البكالوريا المهنية، حتى هناك من يطالب إعادة يجب إعادة البكالوريا التقنية. هل ربما هناك مستقبلا نحو إعادة إضافة شعب جديدة فيما يخص هذه، خاصة أنها لها قيمة اقتصادية بالنسبة للبلد؟ شوف سيدي، احنا أنا قلت في البداية أن الإصلاح سنة الحياة. المجلس الوطني للمناهج يعمل، له رسالة مهمة محددة، وأنا قلت منذ لحظات أن هنالك إصلاح للبكالوريا، سواء إصلاح هذا نترك الأمور تسير وكل حاجة تذكر في حينها في الوقت المناسب. أستاذ، إذن هذه الأسابيع الأخيرة مهمة بالنسبة للتلاميذ في الاستعداد، ربما أنت كبيداغوجي ربما هي أبرز النصائح التي يمكن نقدمها للتلاميذ أسابيع قليلة قبل الامتحانات الرسمية. طيب أنا قلت منذ لحظات، وهذا اللي حاب نأكده أنا دائما، أن الامتحان البكالوريا وامتحان شهادة التعليم المتوسط هو امتحان عادي سيجري في مؤسسات تربية مع أساتذة، وفي وهشين أكده مليح، وهذا قرار السيد الوزير أن الامتحان يتم في مواضيع ودروس تم معالجتها حضوريا في المؤسسة. إذن كجديد ما أنصح أبناء التلاميذ هو أولا أنهم القلق، هذا السهر الكثير، التعب، اتباع الوسائل الوسائط التواصل الاجتماعي وما تبثه، هذا يشوش عليهم كثيرا. التركيز في المواضيع التي يدرسونها درسوها مع أساتذتهم في القسم، المراجعة بتأني وحسب ما قيس، أخذ قسط من الراحة والنوم، هذا شيء مهم جدا. ثم أنهم يطمئنوا جدا أن البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط هو امتحان في مستوى التلميذ المتوسط. طبعا هذا وش معناه متوسط؟ معناه التلميذ الذي متعود يحصل 10 يدي 10 تاو في البكالوريا، وطبعا المتفوق سيتفوق. إذن هي امتحان سيكون في مستوى التلميذ المتوسط الذي يمكنه من النجاح، وأنا نعرف جيدا أن النجاح هو 10. إذن لا قلق، والتلاميذ حتى ننصح الأولياء خاصة الأولياء، السادة الأولياء جداً، نعم عندهم مهم جدا في مرافقة أبنائهم، في عدم الضغط عليهم. هذا الجو من الضغط والقلق والنرفزة في البيت يجب تجنبه، ترك التلاميذ على راحتهم، يراجعون متى أمكنهم ذلك، يستريحون متى رأوا ذلك ضروريا، حتى يكون الامتحان يجوز الامتحان في ظروف عادية إن شاء الله. سيدي، لاحظنا في السنوات الماضية هو مشكل الانترنت، وربما التلاميذ ربما هذا ربما يزيد من متاعب التلاميذ فيما يخص الاستعداد لشهادة البكالوريا، خاصة هناك ربما يتم نشر بعض المواضيع ربما غير صحيحة، ربما يتم وهذا ربما يربك التلميذ. هل يمكن لوزارة التربية أن تقوم هذه السنة بقطع الانترنت كما هو السنوات الماضية، أو ربما هناك إجراءات أخرى، وما هي ربما الإجراءات التي ربما سيتم التعامل مع هذه المواقع التي ربما تثير هذه القلق؟ طب شوف سيدي، أنا أولا أنا قلت منذ لحظات أبنائنا التلاميذ أولا عليهم أن يبتعدوا عن هذه الوسائط، لأنها تشوش عليهم أكثر وتفقدهم التركيز، هذه النقطة الأولى.
ثانيا أريد أؤكده أن المواضيع في الحصن في الحفظ والصون، وإمكانيات هذه ما نشرها أو ما ينشر هو كله خاطئ. والوزارة التربية الوطنية مع كل الأجهزة تضمن أن الامتحانات المواضيع ستصل إلى التلاميذ في الوقت المقرر ولن يتم نشرها. ثاني شيء آخر أؤكده أن هنالك قانون فيما يتعلق بهذا. هنا فقط بين قوسين فقط نذكر، فقط هنا ليس هذا لتخويف التلاميذ أو ربما فقط نذكر من ربما تسوي له نفسه التأثير على هذه الامتحانات. بالضبط، إذا هذا التشويش يخلق مشكل، لذلك احنا أبنائنا نقول لهم ابتعدوا عن الوسائط هذه، المواضيع التي تنشر في هذه الوسائط ليست صحيحة ولن تكون صحيحة، المواضيع الحقيقية موجودة في الحفظ والصون وستعرض عليهم يوم الامتحان. إذن هذا نأكد عليه، ولذلك هذه المواضيع تضر أو هذه ما ينشر يضر أكثر مما ينفع. إذن علينا أن الابتعاد عليه ونركز على مراجعتنا وتحضيرنا للامتحان. وهل سوف يتم قطع الإنترنت هذه؟ لا، هذه ليس سابق لأوان، هذا العمل خاص بوزارة الاتصال والاتصال. نحن الآن الإنترنت عمومي ما نتعلقوش عليه. المهم في الاخير هو مصلحه التلميذ ومصلحه احنا هنا هنا ما يهمنا هو مصلحه التلميذ قبل كل شيء. اذا سيدي هذه السنه نلاحظ هذه الايام الحمد لله الحاله الوبائيه نستطيع نقول مستقله جدا، ربما ان شاء الله نتمنى ان تواصل على هذه الوتيره حتى ربما اجراء هذه الامتحانات. هل هناك ربما هل ستتمسك وزاره التربيه بالبروتوكول الصحي الذي تم اعداده في السنوات الماضية وذلك حفظا على سلامة التلميذ والأستاذ والكل المنخرطين في هذه العملية؟ طيب، الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية اعتمدتها بناء على مصادقة اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهذه الإجراءات لا تزال سالية المفعول في مؤسستنا التعليمية وسيعمل بها أثناء الامتحانات الرسمية. إذا البروتوكول الصحي الوقائي سيبقى ساري المفعول في مراكز الإجراء خاصة بشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا إلى أن يصدر القرار الذي يلغيه. أستاذ كذلك نلاحظ في هذه السنة هناك عدة امتحانات ومسابقات لترقية الأساتذة، هل هناك امتحانات جديدة في أفق هذه السنة أو بداية السنة المقبلة السنة الدراسية؟ طبعا في هذه السنة أصدر منشور أخيرا من وزارة التربية الوطنية وين تم فتح 52 ألف منصب للترقية في جميع الرتب والأسلاك، سواء أسلاك البيداغوجية أو أسلاك الإدارية، منهم 36 ألف منصب خاصة بأسلاك التعليم بالأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. إذا حوالي 70% من المناصب الترقية التي فتحت للأساتذة، وهنالك الباقي هو لأسلاك التفتيش والإدارة والاستشارة والتوجيه. هذا فقط هذه 52 ألف، بغض النظر عن المناصب الرتب تاع المناصب الآيلة للزوال لهؤلاء الذين سيمتحنون، وإذا نجحوا ما عندهمش بلافون، ما كانش سقف لعدد المناصب، يتحول المنصب تاعه مباشرة ويترقى به. إذا هنالك العدد معنا عدد المناصب للترقية يفوق 52 ألف منصب. إذن سيدي عباس بختاوي مفتش مركزي بوزارة التربية الوطنية، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات حول امتحانات الرسمية نهاية هذه السنة الدراسية. بدورنا نشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.